هو الحقيقة تقييم جديد ل أو مش جديد قوي يعني، إنما على الأقل في العرض بتاعه هيبقى نسبيا جديد للتحديات والإمكانيات اللي مطروحة قدام مصر النهاردة. أنا كنت حدثتكم كده مرة قبل كده، بس كان يوميها السلايدز ما كانتش شغالة، ومن وقتها اتطورت الكلام اللي كنت قلته. والحقيقة أنا التقيت مع عدد كبير من القيادات في الأمن القومي وفي قوات الجيش والبحرية والطيران حول هذه الموضوعات بطلب منهم يعني. ف ده بلورت بعض الأفكار اللي أنا أراها مهمة بالنسبة لمستقبل مصر. وجزء كبير، جزء كبير جدا من مستقبل مصر ده متعلق بالشباب اللي زيكم، واللي احنا كلنا امل ان هتقدروا تتصدوا لهذه التحديات. فاولا يعني النقطة الاساسية واللي هي ملفتة بالنسبة لي، ان حتى اللقاء الاخير اللي استضافه الرئيس للقمة بتاعت عدم الانحياز، أغلبكم أغلب الاستاف بتاع المكتبة ما يعرفش عدم الانحياز ده جاي من إيه، لأنه ما يذكرش. إحنا متوسط السن عندنا 29 سنة داخلين على 30، ففي عدد كبير أو نص الاستاف على الأقل أقل من كده سنا، فلا يذكر فترة عاش فيها العالم من الحرب العالمية الثانية إلى حوالي ما بين 89 و91، حيث كنا عايشين في ظل حرب باردة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي نفسه انتهى، تمزق، أصبح 15 دولة مختلفة بعد ما كان دولة عملاقة تضاهي الولايات المتحدة في القوة العسكرية. بقت الجزء الأكبر من إرث الاتحاد السوفيتي هو روسيا، أخذت الجزء الأكبر من هذا، إنما العالم اتغير. فلذلك الإرث بتاع الماضي، وده كان من الحاجات اللي مطروحة في مؤتمر القمة اللي قاده الرئيس الحقيقة، طب عدم الانحياز كعدم انحياز دلوقتي ملوش معنى، فإحنا فين النهاردة؟ وكيف هذه المجموعة من الدول اللي هي تمثل فعلا أغلب الدول النامية، ازاي تعيد صياغة أولويات هذا التحالف اللي كان ناجح جدا في فترة من الماضي؟ فالعالم متغير، وده نقطة البداية بتاعتنا، ان العالم بيتغير وبنمر بأزمة اقتصادية وأزمة سياسية، وصورة أوضح بكتير جدا من الماضي سرعة التطور العلمي اللي عمالة تحصل، وان الدول العملاقة الجديدة والدول اللي هتبرز هتبقى الدول القادرة ان تتملك العلم الجديد. بعدين نيجي على المنطقة بتاعتنا بقى، regional perspectives على المنطقة بتاعتنا، أين نحن في هذه المنطقة؟ وعايز أكلمكم على أوجه جديدة من الأمن. الأمن زمان في الناس تفكر إنه أمن الحدود، أمن الشخص، القوات البحرية والجوية والعسكرية اللي بتحمي البلد. لا، النهاردة في حاجات مختلفة، في أمن غذائي وأمن مائي وأمن بيئي ومفاهيم مختلفة لازم تخش في صياغة السياسة بالمفهوم الواسع. مش بكلم سياسة كممارسة سياسية للسياسيين أو الدبلوماسيين، أنا بكلم سياسة زي ما نقول سياسة الزراعة، سياسة المواصلات، سياسة وضع هذه التصورات مهمة جدا. وبعدين نعمل تحليل لمصر وضعها ايه واستراتيجية للمستقبل. فاذا مشينا بسرعة جدا، طبعا اهم ظاهرة عايشينها دلوقتي هي ظاهرة العولمة، انتوا عارفين هذا جيدا، وان الدول مهما كانت كبيرة فبتحس باثار اللي بيحصل من حتة للتانية، واصبح التواصل ما بين الدول جزء واضح جدا. الثورة التكنولوجية والايميلز وغيره ربطتنا ربطة الواحد ما كانش يقدر يتخيلها من 20 سنة.
والأسواق نفسها كمان بقينا نصدر ونستورد من كل حتة في العالم. إنما ظاهرة أخرى، ودي ظاهرة بتأثر في مفهوم الهوية، بتأثر في مفاهيم أخرى كثيرة، هي قضية إن المجتمعات التغير فيها بقى الريتم بتاعه سريع جدا. الريتم السريع جدا ده بيخلي الواحد حتى ما بيلحقش يشرع ويعمل تشريعات مناسبة لحاجة قبل ما تطلع حاجة جديدة. يعني مش عارف نتكلم على ماي فريند ويطلع مش عارف يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومش عارف، كل حاجة عمالة تطلع بسرعة كبيرة جدا، وتغيرات حقيقية بتتم بسرعة كبيرة جدا. بعض التغيرات المجتمعات بتتقبلها بسهولة جدا وبتنسى حتى ان احنا كان يوم من الايام عايشين من غيرها، زي مثلا الايميل والمحمول. التكنولوجيات الناس في كل مكان في العالم تبنت هذه التكنولوجيات من غير ما تفكر فيها. انما في حاجات تانية عامله لنا حاجات فيها هلع، زي مثلا التطورات الجينية وامكانيات التأثير في الحياة والموت بتاعت المرضى وحاجات زي كده. طبعا واضح ان النظام المالي بيمر بأزمة كبيرة لأنه كان out of control خالص. باختصار شديد، الأزمة اللي عملنا عليها محاضرة سابقة فمش هزود عليها، جاية من مجموعة من الناس الجشعين، ما يتقالش عليهم غير كده، في وول ستريت. اخترعوا أدوات مالية صعبة جدا، وهذه الأدوات المالية واكبت تواجد إدارة أمريكية بصفة خاصة أمريكية، إنما بصورة عامة فلسفة كان بدأها ريغان وثاتشر في الثمانينات، تؤدي إلى أن افتحوا المجال على مصراعيه للقطاع الخاص، ومفيش داعي للرقابة على القطاع الخاص خالص. فترتب أن المود في وول ستريت تحول إلى ما أسميه، يعني مش منطق استثمار، أنا منطق كازينو ومضاربات. وهذه المضاربات زادت في الحجم جدا، بينما كان رئيس البنك المركزي الامريكي وجورج بوش ورئيس وزير الماليه بتاعه هي بيشرفوا على هذا، بما يجب ان اسميه بصراحه تواطؤ مع المستفيدين من هذا العمل. زي مثلا ده السوق بتاع السي دي اس، قلت لكم الكلام ده قبل كده، الكريدت ديفولت سوابس، بدأ بتقريبا تريليون دولار، 919 مليار سنة 2001 لما استلم جورج بوش الحكم. في 7 سنوات كان وصل 62 ألف مليار دولار. يعني وده إيه من غير بيقول لك لا مش محتاجين للرقابة ومش محتاجين للتقارير بيعملوا إيه. 62 ألف مليار دولار ده أكتر من الدخل القومي بتاع العالم كله. يعني ادي الحجم الديفولت سوابس اهو، وادي حجم الدخل القومي بتاع العالم كله، وده دخل القومي بتاع امريكا، وده الدين الامريكي، وده حجم قيمه الاسهم اللي موجوده في نيويورك ستوك اكسشينج. المهم تحول ده الازمه الماليه الاقتصاديه بعد كده الى ازمه عالميه في البورصه، وشفناها في كل حته، والعولمه ادت الى ان العمليه ما اتحصرتش في امريكا، إنما اتصلت بكل البنوك اللي في العالم، وجاءت ساعة الحساب على أساس إن الممارسات الجشعة اللي كانت تمر قبل كده أدت إلى ساعة حساب. الحقيقة الرئيس أوباما ورث الكلام ده كله، لأن الكلام ده كله حصل سنة 2008، وحاول إنه يصلح، فاستمر في سياسة إنهم غرقوا السوق بالدولارات وأعادوا السيولة إلى حد كبير إلى البنوك، ولكن لسه قدامنا فترة طويلة. إيه اللي قدامنا بالظبط؟ هل هننزل في أزمة كبيرة زي ما حصل في الثلاثينات؟ أنا أظن لأ، إن فعلاً التحرك السريع بتاع كل الحكومات في العالم بإنها عملت الستيمولس باكجز دي كلها وصرفت الفلوس دي كلها أدت إلى أنها وقفت النزول في الدوامة دي، ولكن في أزمات كتيرة قدامنا. انا متخيل ان الليكويديتي دلوقتي حتى هاز بين ريستورد، ده الشريحه دي كنت عملتها من شويه، سلايد دي كنت قايل 4 اشهر ده في اول السنه، فاحنا فعلا عدينا ده، ودلوقتي زي ما عرفتوا
حتى البنوك الكبيره زي جولدمان ساكس وجي بي مورجان عملوا ارباح ضخمه جدا ورجعوا القروض اللي كانوا خدوها من الحكومه. فالصوره اتحسنت زي ما كنت متوقع. القواعد الجديده هتتعمل في ظرف سنه او سنتين على مستوى الدوله وعلى مستوى العالمي. والحقيقه دكتور يوسف بطرس غالي انتخب رئيسا للجنه هامه في الاي ام اف صندوق النقد وهو بيشرفه على الحكايه دي. انما الازمه في البطاله في اوروبا وامريكا وفي حتت مختلفه هتبقى اكبر مما كان الناس متصوره. والستراكشرال بروبلمز اللي هي اعاده الهيكله الاقتصاديه في امريكا وفي الدول الصناعيه الكبرى بصفه خاصه هتاخدها 3 إلى 5 سنوات من الجهد المضني، وهيبقى مضني فعلا لان نسبه البطاله هتبقى عاليه جدا. اما على مصر فاحنا عندنا ازمه كبيره ولغايه دلوقتي ما حسيناش بيها. يعني الازمه في مصر لسه ما حسيناش بيها. ليه؟ وهقول لكم دلوقتي ليه. اول حاجه هيبقى عندنا صعوبه في التصدير لان الاسواق اللي بنصدر لها بتتقلص. فحتى مش بس هي بتتقلص، انما في نفس الوقت التنافسيه على البيع في هذه الاسواق المتقلصه هتبقى شرسه جدا. ثانيا هيتقل السياحه عندنا. ثالثا هيقل دخل قناه السويس. رابعا هيقل الاستثمار الاجنبي في فتره ان الاستثمار كله في العالم وقف شويه. هيبقى في تاخير او ارجاء الى فتره مستقبليه عدد من المشروعات الدوليه اللي كانت بتتبني في مصر. وهيبقى في تقلص في عدد تحويلات من المصريين في الخارج، بل سيعود عدد من المصريين يضيفوا الى مشكله البطاله الداخليه. مقابل هذا النظام المصرفي في مصر سليم، ما تاثرش بالحكايه دي. والتاثير على البورصه المصريه محدود لان عدد الناس اللي في البورصه قليل. وفي حصل حد من تضخم الاسعار اللي كان ماشي جامد جدا مع البترول والغذاء بصفة خاصة هيقل في الفترة القادمة. وبما ان احنا كان عندنا بقالنا 3 سنين معدلات نمو حوالي 7%، فترتب على كده ان دي امتصت الضربة الاقتصادية اللي جات لنا. فانا متوقع معدل النمو السنة دي بعد ما تخلص الحسابات الحكومية كلها هيبقى في حدود 4%، يعني تقريبا نص ما كان عليه السنة اللي فاتت. ولكن كويس، احنا لسه ما زال عندنا نمو ايجابي. يعني دول كتيره بتتقلص، من المانيا لليابان لامريكا لانجلترا، كلهم فيهم ريسيشن جامد. وطبعا تضخم الاسعار هيقل. ولكن انا متوقع ان سنه 2010 السنه اللي احنا بدانا فيها دلوقتي في السنه الماليه من 1/7 هتبقى اصعب سنه بالنسبه لمصر. ليه؟ لان التاثير بتاع الحاجات اللي رصتها دي كلها جاي زي موجه بتنتقل، وجت ويا دوب جت لنا في اخر السنه الماليه اللي فاتت. وفي اخر السنه الماليه اللي فاتت اثرت سلبا، نزلت ال 7% ل 4%. السنه اللي جايه دي بقى بتاثر من اول السنه. ان شاء الله نبتدي في اخر السنه نطلع منها، بس الوزن هتبقى اصعب في 2010 عما كانت فيه في 2009. السنه الماليه 2000 يعني اللي بتنتهي 30/6، فمن 1/7/2009 الى 30/6/2010 هتبقى انا متوقع سنه اقتصاديا وماليا اصعب على مصر من السنه اللي فاتت. ده في صوره عامه، مش هنتكلم اكتر من كده في التغيرات الاقتصاديه، نتكلم في التغيرات السياسيه. التغيرات السياسيه، أمريكا ما زالت طبعا أقوى دولة في العالم وبمراحل، ولكن القوة العسكرية بتاعتها اللي كان جورج بوش بيحاول يستعملها في كل مكان بتلتقي بنوع مختلف من الحروب. يعني هم كانوا بيفكروا وبيستعدوا لحروب مع قوات عسكرية منظمة بشكل مختلف تماما، فإذا بهم بيجابهوا قبائل وأماكن في جبال أفغانستان وغيرها، ظروف صعبة مختلفة خالص عن اللي كانوا متوقعينه. فالمتوقع أنه مع هذا التغيير من نوعية الصراعات
التفكير اللي قعد مدة طويلة هم كمان ورثوه من أيام الحرب الباردة، إنهم بيفكروا إزاي يقدروا يصدوا تحركات الاتحاد السوفيتي وحلفائه على الساحة الأوروبية. ده كان تحرك نمرة واحد. وكانوا بيعتبروا إن فيتنام كانت هي الاستثناء من قاعدة الاستعداد العسكري. النهاردة بدأوا يفكروا إن في القرن 21 وخصوصا بعد 11 سبتمبر ان الحروب القادمه مش هتبقى حروب نظاميه بالنظام التقليدي اللي كانوا متعودين عليه. ثانيا، واضح لامريكا وللعالم كله انه في ظهور لاقطاب جديده في العالم وعلى راسها الصين. وبالتالي في تحول في النظره الامريكيه من الاطلنطي الى المحيط الهادي. وفي بداية اعتراف انه مش هتبقى يوني بولر وورلد زي ما قال البعض، مش هتبقى عالم ذات قطب واحد بدل عالم ذات قطبين، هيبقى عالم متعدد الاقطاب. واللي منكم يعرفوا التاريخ طبعا هيقولوا طب ما هو التاريخ كان اغلبه كده، نادر ان كان في فترات كان في قطب واحد او قطبين، بالذات من القرن التاسع عشر ونص الأول من القرن العشرين كان في أقطاب متعددة، ألمانيا وإنجلترا، بريطانيا العظمى، الإمبراطورية التي لا تغرب عليها الشمس، وألمانيا واليابان وإنجلترا وأمريكا وفرنسا، كان كلهم أقطاب بتتصارع في هذا العالم. وفي طبعا توسع في عدد الدول النووية زي ما أنتم عارفين، دي قضية كبيرة. فإذا نظرنا للساحة العالمية هنجد أن أمريكا بدأت أنها تركز على البعد اللي في المحيط الهادي بدلا من المحيط الأطلنطي. إنما طبعا ده زيادة تركيز، مش أنها ما كانتش لها دور في العالم في المحيط الهادي قبل كده. إحنا الناس بنسمع كتير عشان إحنا عايشين هنا، بنهتم كتير قوي بأوروبا وبنهتم باللي بيحصل مع الناتو اللي هو North Atlantic Treaty Organization. الناتو ده بيربط ما بين أمريكا وأوروبا. إنما أمريكا طول عمرها لها دور كبير جدا في آسيا وفي المحيط الهادي. ما ننساش إن اللي قادت الحملة الغربية على غزو اليابان في القرن التاسع عشر كانت أمريكا، ما كانتش إنجلترا ولا فرنسا. أمريكا حتى قبل الحرب الأهلية الأمريكية 1853 بعتت حملة عسكرية بيرأسها كومودور بيري، ودخلوا في إيدو باي اللي هو دلوقتي طوكيو باي، وبأربع بارجات عسكرية غربية، وقالوا أمروا اليابانيين أنهم يفتحوا بلادهم للتجارة والاستثمار الغربي. فالمنهج الاستعماري كان موجود وأمريكا بتلعب في دور. في حرب 98 نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين استولوا على الفلبين كجزء من نتائج، كان لهم مستعمرة كبيرة هناك في الفلبين، غير طبعا انهم كانوا واخدين اخدوا بورتوريكو وشبه اخدوا كوبا واخدوا حاجات كثيرة قوي تانية من اسبانيا. فرضوا دولة، بناء دولة جديدة ما كانتش موجودة. يعني هما فعلا دي قصة بحكيها لكم مرة تانية، ازاي عملوا نظموا انقلاب واخدوا انفصال من شمال كولومبيا وسموها بنما. وفور هذا الانقلاب العسكري الناس قبضت الفلوس طبعا اللي كانوا وعدوها، والاسطول الامريكي كان موجود عشان يمنع الكولومبيين انهم يرجعوا تاني. وكان في حتى راجل الماني، ما كانش راجل ولا كولومبي ولا بنماني، ده ما كانش فيه جنسيه بنمانيه، موجود في واشنطن. وفي نفس اليوم الانقلاب وقع اتفاقيه مع واشنطن على منطقه اللي حفروا فيها قناه بنما. فيما بعد قناه بنما لها قصه. ليه قناه بنما؟ لانه كان عندهم اهتمام كبير جدا. أنا مش ممكن، لازم عندي الأسطول الأمريكي من الناحية دي ومن الناحية دي، ولازم الأسطول الأمريكي يقدر يعدي بطريقة ما، ما يضطرش ينزل ده من الناحية للتانية. يبقى أمريكا ليها هذا الاهتمام. الحرب العالمية التانية أمريكا هي اللي قادت الحرب في الفلبين،
في كل منطقه بتاعت المحيط الهادي، حرب كوريا، حرب فيتنام. يبقى اذا امريكا موجوده على طول في هذه الساحه، ما انسحبتش منها. فبنتكلم على زياده تركيز، وده بيذكرنا ايضا ان في الفتره الاخيره كلها من اواخر القرن التاسع عشر الى فترتنا هذا، وامريكا دوله مش بس دوله عظمى، انما لها اهتمامات عالميه وتواجد عالمي في كل مكان. اما الحرب البارده فانتهت سنه 89 ل 91. 89 سقط حائط برلين الشهير، والاتحاد السوفيتي اللي اقيم 1917 بثوره البولشيفيك اللي كان بيراسها لينين انتهى سنه 91 باسقاط جورباشيف وظهور يلتسين مكانه. العسكريين القدامى تآمروا على جورباتشيف، والحقيقة في موقف شهير وقف يلتسين على الدبابة وبيقرأ للجماهير قدام البرلمان الروسي، بيسموه البيت الأبيض الروسي، وحرك الجمهور ضد المتآمرين في أغسطس 91. أنا بالصدفة كنت موجود في موسكو وقتها وقت الانقلاب ده، وكانت الحقيقة حاجة مخيفة جدا، لأنه عدد الناس اللي بتتكلم انجليزي قليل قوي، او بيتكلموا الماني او فرنساوي او انجليزي او طلياني او عربي، يعني اللغات اللي اقدر اتصرف فيها انا. فطبعا شايفين متاريس بتتحط في حتت مختلفه، قوات عسكريه بتجري كده وقوات عسكريه بتجري كده، والدنيا مقلوبه ومش قادرين نعرف ولا دول مع مين ولا دول مع مين ولا ايه اللي بيحصل. فكانت وما كانش في وقتها يعني واحد ما قدرش يفتح تلفزيون يسمع اذاعه سي ان ان بي بي سي بتاع الكلام ده كله، ما كانش فيه. فكانت فتره صعبه يعني. المهم ان بعد كده ترتب عليه ان الدول زي بيلاروس واوكرانيا وبتاع انفصلوا عن الاتحاد السوفيتي، وكل دول اسيا الوسطى، وروسيا رجعت روسيا، فدراليه روسيا بما فيها بعض الجمهوريات المختلفه زي شيشنيا، انما اساسا حصل انفصال ما بين الدول اللي كانت موجودة وقتها، وسقطت الشيوعية كما كان نظمها لينين. في هذه اللحظة الأمريكان بقى أو الناس كتير تهيأ لها، والأمريكان تهيأ لهم أن المسألة خلاص قالت لهم بانتهاء هذا القطب، ولكن طبعا شفنا أنه غير كده، وشفنا 11 سبتمبر وغيره، ودخلت أبعاد أخرى في الساحة السياسية. على نهاية القرن اللي فات وبداية القرن ده طلعت تيارات قوية جدا حول ان آن الوقت ان فكرة الديمقراطية تبقى معيار للتعامل الدولي. ما ننساش ان لغاية هذه اللحظة كان التعامل الدولي مبني على السيادة الوطنية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. دول كانوا المبادئ الحاكمة فترة طويلة من الزمن. في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بدأت فكرة حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي تعمل طريقها، وبدأ كلام كتير عن هذا الموضوع، والمرحوم رئيس ميتيران لفرنسا بدأ يتكلم عن le droit d'ingérence اللي هو حق التدخل في شؤون دولة أخرى لحماية حقوق الإنسان. طبعا دي كانت فكرة مختلفة تماما عن كل الفكر القانوني الدولي اللي كان مبني من ايام الحرب العالميه الثانيه، من الامم المتحده الى اخره، كلها مبنيه على مفهوم السياده القوميه على اراضي تحدد دول. واتت قضيه او اطروحه جديده اللي هي تصادم الثقافات او الحضارات. ده برضو المرحوم سامويل هانتنجتون اللي كتب مقالة أصلا في فورين افيرز وبعدين حولها إلى كتاب. والكتاب ده مهم ليه؟ لأنه طبعا هي أهم أطروحة الناس بتحدد نفسها تجاه هذه الأطروحة بقالها فترة، يعني أنت إما مع أو ضد موقف هانتنجتون، إنما أصبح هو السؤال اللي مطروح في كل مكان. أنا اللي يهمني في طلعت لكم صورة الغلاف ده ليه؟ لأنه The Clash of Civilizations أيوه، ولكن ذا ريميكينج اوف وورلد اوردر، يعني هو مش بس بيصف ان في مشكله هيحصل صدام ما بين الحضارات والثقافات، لا، وبيقول ايه؟
وحل هذا الصدام هو أساس إعادة صياغة النظام العالمي الجديد. يبقى الأطروحة بتاعته هي من جزئين، أغلب الناس ركزت على الجزء الأول بس، بس الجزء الثاني فيه تصور إن أمريكا لازم تقود معركة جديدة ضد مين؟ ضد العالم الإسلامي. ده كان الأطروحة بتاعت هانتنجتون، وهانتنجتون أستاذ كبير في جامعة هارفارد، له إسهامات كثيرة في الفكر السياسي. واحدة من أهم إسهاماته، وأنا كنت في مؤتمر قريبا كنت بتكلم في هذا الموضوع، وقلت لهم إن كنت أختلف مع هانتنجتون في أطروحة صدام الثقافات، أتفق معه في أطروحة أخرى قالها والغريبة أنها مش واخدة نفس الأهمية. قال إن يعني إحنا بنركز في كلامنا على الاختلاف في النظم السياسية في الدول، إنما الاختلاف الحقيقي هو قدر تمكن النظام السياسي في الدولة من الدولة. يعني يقصد إيه؟ إن في نظام سياسي في دولة أمره نافذ في حدود الأرض بتاعتها إلى حد كبير جدا، وسواء البلد دي بلد ديمقراطي من السويد إلى ألمانيا إلى أمريكا، أو بلد ديكتاتوري، ما تفرقش. الفرق الأكبر هو لما يبقى عندي النظام أمره غير نافذ. يعني نبص بقى لبلاد بقى زي الصومال وزي أفغانستان وزي دول كثيرة جدا، بغض النظر عن نوعية النظام، الحكومة المركزية كلمتها وأمرها غير نافذ في الأراضي بتاعتها، ما عندهاش القدرة إنها تنفذ السياسات بتاعتها. والفرق ما بين الدول اللي عندها هذه القدرة إنها تنفذ السياسات بتاعتها على أراضيها والدول اللي ما عندهاش هذه القدرة، هو ده اللي بيفرق الحقيقي ما بين الدول وبعضها. وده فعلا توصيف دقيق لدول كثيرة جدا، واللي زي السفيرة وأنا اللي يعرفوا إفريقيا كويس، التصنيف ده بالنسبة لمشاكل كثيرة جدا في إفريقيا أقرب إلى الواقع عن سواء سموا نفسهم ديمقراطيين أو سموا نفسهم أوتوريتاريان بصورة أو أخرى. المهم الأطروحة بتاعته قال إن دي الحضارات العالمية، وإن أهم سجال أو صدام هيبقى ما بين الغرب وتقوده أمريكا والعالم الإسلامي. ده كان التصور بتاع هانتنجتون، لخصته في هذه الصورة. الحقيقة رد عليه الرئيس محمد ختامي، وطبعا أرجو أن يكون أغلبكم حضروا المحاضرة بتاعته لما جه ألقاها في مكتبة اسكندرية في هذه القاعة. الحقيقة يعني ختامي طرح صورة رائعة للإسلام وقتها، أنه قال للغرب مين قال أنه يجب أن يحدث صدام حضارات، إحنا عايزين حوار حضارات. صحيح نحن مختلفين عن بعض، إنما هذا لا يمنع أن يتم الحوار ما بيننا. وترتب على بعد كده أن تبنت الأمم المتحدة هذا الموضوع، وعملوا أول لجنة لحوار الحضارات، واللي كان فيها من مصر الدكتور أحمد كمال أبو المجد كان عضو في اللجنة الأولى، طلعوا هذا التقرير اللي اسمه Crossing the Divide Dialogue Among Civilizations. الصدمات والأزمات استمرت واحتدت في حاجات مختلفة، وخصوصا بعد غزو العراق، غزو العراق اشتدت العملية، وتصرفات الصلف الإسرائيلي مع فلسطين أشعل العملية، وكان في طبعا الضرب الروسي في شيشنيا وفي غيره من الأمور أدت إلى أن العملية ازدادت. فمجموعة من الناس وعلى رأسهم إردوغان وزاباتيرو، تركيا وإسبانيا، طلبوا أن نتحول من حوار الحضارات إلى تحالف بين الحضارات. مرينا بتجربة الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وترتب على كده أن في ناس حست بقى أن المسألة فعلا اشتدت. فاللجنة اللي تكونت بناء على طلب تركيا وإسبانيا، وشرفت أن أنا أكون عضو فيها، كانت حوالي 20 واحد، برأسها كان فيدريكو مايور ومحمد أيدين،
طلعنا التقرير بتاع تحالف الحضارات 13 نوفمبر 2006 وسلمناه لكوفي أنان وقتها ما بين أردوغان وزاباتيرو في إسطنبول في 2006. وهو ديسمبر 2006 أنهى مدته كوفي وسلمها لبانكي مون، وبانكي مون تبنى هذا التقرير وعين الرئيس سامبايو اللي هو رئيس جمهورية البرتغال الأسبق كممثل للتحالف ما بين الحضارات. وإحنا النهاردة أكتف في الحكاية ده هنا إلى الآن، وأنا أحد السفراء بتوع الأمم المتحدة في هذا الموضوع. إنما إذا كانت على الساحة الدبلوماسية والفكرية في محاولات إن إحنا نبين إن الحوار ممكن بل التحالف في مشروعات محددة ممكن، في نفس الوقت على الأرض نفسها الضرب شغال، ضرب وقذف باكستان وأفغانستان يوميا، كان ضرب في العراق شغال، الضرب في فلسطين شغال، الضرب في شمال نيجيريا شغال، في الصومال، يعني الحروب كلها شغالة في كل مكان بهذا. وأيضا الإرهاب مستمر زي ما حصل في مدريد، وبأنذر الناس، أنا حواريكم صور فظيعة جدا في الكام صورة اللي جايين دولة، فاللي عايزة تغمي عينيها ولا حاجة جوه هيد، لأن فظيعة جدا يعني فعلا حصل في مدريد، وحصل حاجات كثيرة جدا. يعني أنا بستعمل الصور دي عشان إحنا بننسى، بنشوف ساعات صور كده وبنقول في الأخبار بقى، أصبحت خبر بسيط جدا إنه يقول لك سيارة ملغومة انفجرت مش عارف إيه وعشرين واحد ماتوا وبتاع، مش عشرين واحد ماتوا، وما بنشوفش ده، إنما الواقع كده. الواقع كده في كل حتة فيها العمليات اللي زي دي. ومش بس كده طبعا، شفنا الفظايع اللي حصلت وبالذبح اللي حصل على الانترنت وبالفيديو وتوزع في كل مكان. فلما الغربيين كانوا بيكلموني على هذا الموضوع قلت لهم والله انتوا لكم تاريخ اغبر في محاكم التفتيش، واللي حصل في الانكويزيشن كله والتعذيب والفظيع واللي عملتوه انتوا في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي دول كثيره جدا ما يقلش عن اللي بيعملوه الارهابيين النهارده. الفرق بقى ان انت كانت الحكومات بتاعتكم اللي بتعمل الكلام ده، احنا ناس خارجين عن القانون، عندنا ما فيش ولا حكومه ولا حكومه في العالم الاسلامي ساندت هذه المواقف، بينما الحكومات بتاعتكم انتوا ساندت المواقف دي في الماضي. خلاص خلصت الصور. الصور بس لازم الواحد يذكر الناس ان قضايا الارهاب قضايا حقيقيه، وما ينفعش الناس تسكت عليها او انها تضفي عليها صوره رومانتيكيه او رومانسيه، لان ده فظاعه اجراميه ملهاش حدود. ما زالت في قوى في الغرب وفي الشرق بتزكي نيران الصدام اللي موجود، وانا في رايي ان هذه القوى ممكن انها تنهزم بالفكر، بالفكر الانفتاحي، بالفكر اللي طرحه محمد ختامي وقتها في الامم المتحده، ولما جه عندنا في المكتبه هنا قال نفس الكلام اللي قاله. وان احنا نقدر نعرف الغضب اللي موجود في الجماهير الاسلاميه جزء كبير منه جاي من شعور بان الاسلام في خطر، ان هويتنا تحت التهديد، وبالتالي ان احنا لازم نعالج قضيه الهويه مع معالجه القضايا بتاعه النظام العالمي الجديد المطلوب، ان قضيه الهويه اصبحت قضيه مهمه في ظل العولمه. احنا بنتكلم النهارده عن المجتمع المعرفه. مجتمع المعرفة، فين موقعنا في التعامل من المعرفة العلمية الجديدة دي مع الإرهاب ومع الهوية ومع هذه القضايا؟ الحقيقة دي نقطة ناقصة مش موجودة. ليه؟ لأنه المعلومات أكتر من مجرد أنها تكون معلومات، يعني زي ما بقول المعلومة لما بتتجمع وتتنظم تصبح معلومات information، ولما بتتشرح becomes knowledge او معرفه.
ولكن احنا محتاجين للحكمة. والدليل على كده الناس اللي غزوا العراق عندهم معرفة علمية تمام، معرفة تكنولوجية كبيرة جدا، بس ينقصهم الحكمة في القرارات اللي بيعملوها. والحكمة دي ما بتجيش من مجرد العلم، إنما بتقتضي إن الواحد ينفتح على الهوية الثقافية ومفهوم العقلانية ومفهوم الأخلاقيات، وده بيجي من القيم. القيم طبعا أغلب الناس ممكن تتفق على أعداد على أبعاد كثيرة من هذه القيم، من احترام كرامة الإنسان، الإنصاف، العدالة، العقلانية، والآن بنضيف إليها حب الطبيعة والفنون وقيم العلم، واتكلمت فيها كتير قبل كده فمش هتكلم عنها دلوقتي. ولكن هذه القيم بيشكلها النهاردة في العالم الجديد اللي بدأنا بيه صيغة جديدة موجودة، هي فعلا التعددية واتصال في كل مكان. يعني بفتح النت، خش على الانترنت دلوقتي، بلاقي جميع الاراء اللي في الدنيا موجوده، من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، من التيارات الاسلاميه الى التيارات الغربيه المعاديه للاسلام، من النظم الشيوعيه الى نظم الراسماليه، كله موجود، كل حاجه موجوده، وكل حاجه بتوصل عن طريق الفضائيات كمان. والان طبعا المدونات او البلوجرز بيلعبوا دور كبير في هذه الساحه الكبيره. أنا في رأيي إن كل المحاولات لإيقاف هذه التعددية هتفشل، وبغض النظر جاية منين. يعني دي صورة كانت من الصين وقت ما كانوا، دي صورة ماو بيرفعوا الكتاب الأحمر بتاع تشيرمان ماو، وممنوع التعددية وفكر أحادي فقط. كان الواحد لما كان، انا كنت بزور الصين وقتها وشفت المناظر اللي زي دي، راح تهيالوا ان الموجه دي مش ممكن انها هتقف وتتغير. اي حد يروح الصين النهارده هيشوف اتغيرت قد ايه وتطورت قد ايه. في نفس الصوره سواء دلوقتي ناس مش عايزه تسمع غير راي واحد، برضه مش هتقدر تفرض هذا الراي بصوره او اخرى. انما العالم اللي احنا عايشين فيه متغير، ولازم ان احنا نعيد النظر في السياسات كانت سليمه وقت ما عملت، زي سياسة عدم الانحياز اللي أسسها وقتها عبد الناصر وسوكارنو وتيتو ونكروما ونهرو، الخمسة الكبار بتوع عدم الانحياز. زي ما قلنا لازم نجد مفاهيم جديدة وأبعاد جديدة، وبالتالي لازم نفكر في الأبعاد اللي هتبقى على المدى البعيد. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أولا إن هيحصل بالضرورة نزول نسبي في قوة أمريكا، مش معناتها أن أمريكا انتهت، معناتها أن قوتها النسبية هتقل. فريلاتيف دي نقطة مهمة قوي لازم نركز عليها، لأن الولايات المتحدة هتستمر في 15-20 سنة اللي جاية هي الدولة الأولى في العالم. الدولة الأولى في العالم ما معناتهاش الدولة الوحيدة. أما أوروبا فهي لها وضع غريب جدا، لأنها بتتحد صحيح على المستوى الاقتصادي، إنما ما زال على المستوى السياسي والعسكري هي مجموعة من الدول، دول متوسطة الحجم بالنسبة للصين وروسيا وأمريكا، ولكن اقتصاديا في وحدة اقتصادية أوروبية حقيقية، وفي السياسة بتاعتها كل هذه الدول بتتبع مصلحتها. فلما توني بلير وقف مع جورج بوش في حرب العراق، كان بيتبع رؤيته لمصلحة انجلترا، ان الحفاظ على العلاقة الخاصة ما بين امريكا وانجلترا ده مهم. ليه؟ لان في توسع جاي في المجموعة الاوروبية، المجموعة الاوروبية الدول الجديدة دي متقاربة مع امريكا، ولما تبقى انجلترا هي الوسيط ما بين اوروبا وامريكا بيديها دور خاص داخل المجموعة الاوروبية. اما شراك صحيح وقف وحمل الفيتو ضد حرب العراق، دي الكرتون بتاع بلونتيو اللي بيبين يعني طب انت رفعت الفيتو والجيش الامريكي استمر ولا سائل في الفيتو الفرنساوي ومعدي زي ما هو عايز. انما برضو شراك لما عمل هذا كان هو وشرودر عايزين يؤكدوا على استقلالية اوروبا من الضغط الامريكي،
عشان الاتساع شرقا بتاع اوروبا اللي دخل بولندا وبلغاريا وغيرها من الدول، ان هذه الدول كلها تعرف وتؤكد على السطوة الفرنسية الألمانية داخل المجموعة الأوروبية. فكل دولة بتدور على مصالحها، واحنا يجب ان احنا نعرف هذا جيدا، ولما نرسم سياستنا نرسمها بهذه الصورة ايضا. اما روسيا فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي بتدور على دورها الجديد ولسه بدأت تكونه، انما روسيا بأي معيار لازم هتكون دولة عظمى. يكفي انها عندها 16% من كل الاراضي اللي موجودة في العالم، اتساعها شاسع على 13 تايم زون، يعني الواحد يبتدي من هنا عقبال ما توصل هنا الساعة تتغير 13 مرة. مسافات شاسعة، موارد طبيعية شاسعة، تعداد كبير غير ذلك. إنما طبعا التغير الرئيسي اللي عمال يحدث هو الشرق. الشرق وظهور الصين. الصين 1400 داخلين على 1500 مليون بني آدم الآن. يعني 5 أضعاف تعداد الولايات المتحدة. الصين دولة نووية. الصين قارة في حد ذاتها ضخمة جدا. وما زالت يابان اقتصادها نمرة 2، انما الصين طالعة وراها. وراها الهند. الهند دلوقتي 1.2 مليار داخلين على 1.2 مليار وراها. فاسيا نفسها هي هتبقى اول مجموعة دول هتطلع من الازمة الاقتصادية دلوقتي. هي اللي عندها الفائض المالي. هي اللي بتسلف الغرب. هي اللي فيها الصناعة والانطلاق الجديد في العالم. ولا ننسى، واحنا مصريين بننسى الحكايه دي خالص، كان قاره امريكا اللاتينيه مش موجوده. انما البرازيل والمكسيك والارجنتين من الدول اللي اصبحت دول لها وزن كبير جدا، وخصوصا البرازيل ما نقللش من قيمتها، لان البرازيل دوله عظمى باي معيار. داخله على 200 مليون بني ادم، وقاره باكملها في الموارد بتاعتها، والتقدم العلمي بتاعها واسع جدا. فالبرازيل الحقيقة من الدول اللي هتلعب دور كبير في القرن الجديد. أنا في رأيي بقى إن في كل المتغيرات دي مصر لازم يكون عندها سياسة كونية، يعني عالمية على مستوى العالم كله، تمارسها من الأمم المتحدة لغاية أستراليا. وفي المنطقة بتاعتنا ما ننغلقش في مفاهيم العالم العربي. احنا لنا دور اساسي في افريقيا. افريقيا دي هرجع لها تاني، لها دور اساسي كبير جدا. انما لازم يبقى لنا دور اقليمي، دور دولي، مش بس في الامم المتحده، انما في علاقتنا مع كل الدول بما فيها استراليا. متغير اخر اشرت اليه هو لازم اؤكد عليه هو العلم. التطور العلمي الفظيع جدا بيؤدي ان اي تراجع في العلم لدولة من الدول بالضرورة هيؤدي إلى أن هذه الدولة وزنها هيبقى شبه منعدم في العالم اللي احنا عايشين. والثلاث حروف دي أصبحت هي الحروف الأساسية الآن، دي STI، يعني Science, Technology and Innovation. Innovation، الإبداع. إذا ما قدرناش نحن نلعب هذا الدور، إذا مصر تقهقرت في هذا الدور، مش هتقدر تحافظ على الدور الريادي بتاعها ولا في المنطقة ولا على الساحة العالمية. حاليا على المستوى العالمي ما زالت أمريكا هي الرائدة في STI. آدي مثل للصرف على البحث العلمي ما بين كل الدول الأوروبية وأمريكا. زي ما انتم شايفين أمريكا أكتر بكتير قوي من الدول الأوروبية. وطبعا احنا بنحيي الإنجازات الهندية والصينية في الفضاء الفترة الأخيرة. انما عشان نضعها يعني موضع التقييم السليم، امريكا عدت هذه الانجازات ووضت رجل الى القمر ورجعته من القمر من 40 سنة بتكنولوجيا من 40 سنة. فكون ان الصين طلعت واحد في اوربت على الارض، او هتطلع ساتلايت، الهند تطلع ساتلايتس او تعمل، طب كويس، اهلا، هنرحب بيها يعني. انما ما تعوجش المعايير ونقول ده خلاص الصين حصلت امريكا وسبقتها. شوف هودت راجل الفضاء ايه النهارده، بنحتفل السنه دي الشهر اللي فات 20 يوليو 69، نيل ارمسترونج وقف على القمر
لأول مرة ورجع تاني بتكنولوجيا الستينات. يعني الإنجاز التكنولوجي إنه كان بتكنولوجيا الستينات. ولو تتخيلوا وتشوفوا الكبسولة اللي راح بيها ما كانش الكمبيوتر اللي موجود في العربية العادية بتاعت النهاردة في كمبيوتينج باور أكتر من المركبة الفضاء اللي راح بيها القمر وريا. فالإنجاز التكنولوجي كبير جدا. وطبعا بعد كده حصلت تطورات كثيرة جدا في العلم والتكنولوجيا من الانترناشنال سبيس ستيشن والهابل سبيس تلسكوب وغيره. وطبعا ده المارز روفر الروبوت اللي حطوه على المريخ واللي كان فينت سيرف جه في هذه القاعة وكلمنا عن انترنت الكواكب وفكرنا ان هو بيشتغل على انترنت الكواكب لانه هو ابو الانترنت، انما لانه عندهم روبوت في المريخ بيكلموه وبيكلمهم بيعمل لهم تحاليل وبيبعتوا معلومات رايح جاي منه وللقمر ولغيره من الاماكن. فهم بيشتغلوا على حاجات الحقيقه مختلفه جدا تمام. تطبيق التكنولوجي ايضا مهم جدا، وبتظهر القدرات لتحويل العلم الى تكنولوجيا في هذا. دي شريحه وريتها لكم قبل كده، انما هي عباره عن صفعه في وش الواحد كده عشان يفتكر ان كل براءات الاختراع بتاعت الدول الناميه كانت 2% من براءات الاختراع. على فكره كوريا بتعتبر من الدول المتقدمه دلوقتي، مش داخله في الدول الناميه. انما و95% من ال 2% دي جايه من الصين والهند وجنوب افريقيا والبرازيل والمكسيك. وال 143 دولة التانيين بما فيهم مصر وكل الدول العربية عبارة عن 5% من 2%. حاجة صغيرة خالص. احنا الحقيقة نتيجة شوية مش كويس حاليا. ده إذا نظرنا مثلا في البايو تكنولوجي ما بين 91 إلى 2002 عدد ده جنوب كوريا والصين والهند والبرازيل، دي المطبوعات بتزيد قد إيه؟ الأبحاث العلمية. مصر زادت كويس، انما لما نيجي على البراءات الاختراع اللي هو ترجمه البحث الى تكنولوجيا احنا تقريبا نل. اسوأ من هذا، اسوأ من هذا بكثير، اذا نظرنا للعالم الاسلامي اللي هو كله متخلف عن بقيه العالم في البحث العلمي ونبص في مصر هنا اهو، ايران، مصر وتركيا. في All Science Papers تركيا طبعا فاتت من مسافة بعيدة جدا، مصر وإيران تقريبا قد بعض دلوقتي، وفي Citations ما زالت مصر سنة أعلى من إيران، ولكن طبعا تركيا سبقنا بمراحل 3-4 أضعاف مستوى اللي احنا فيه دلوقتي. اللي أسوأ من هذا شوفوا الصورة دي، ده مصر سنة 88 كنا أفضل الدول الإسلامية بمراحل بمراحل، تقدمنا طلعنا من هنا لهنا، إنما غيرنا تقدم أسرع. ده تركيا، فتركيا شوفي كان تحتنا قد إيه طلعت وسبقتنا بقت فين. ده إيران، وإيران تقريبا مع مصر تقريبا لو كنا استمرنا كده هنلاقي انها ماشيين تقريبا مع بعض، بس هما في الطالع واحنا ماشيين. الطلعه بتاعتنا حنينه قوي والناس الثانيه طالعه طلعات سريعه جدا. فاذا كنت انا بتقدم ما يكفيش ان انا انظر في العالم اللي انا عايش فيه النهارده، ما يكفيش ان انا انظر انا كنت فين ووصلت لايه، لازم اشوف الناس الثانيه بقت فين. لان لو انا بمشي وهما بيجروا فأنا موقعي منهم بتقهقر مش بتقدم. وده تحليل مهم قوي عشان نعرف مكاننا، ولازم نبني قدراتنا على التحرك. ونيجي بقى إلى تطبيق في المنطقة بتاعتنا. المنطقة بتاعتنا بنتكلم عن العالم العربي. أنا عايز أقول إن مفيش حاجة اسمها عالم عربي. بمعنى إيه؟ العالم العربي في شراكة في اللغة وفي التراث وفي التاريخ، ولكن في نفس الوقت في اختلافات موضوعية. الدول الخليجية اللي عاملة جي سي سي ومجلس التعاون الخليجي دول غنية جدا. فالعالم العربي فيه دول غنية جدا، في دول تعتبر دول نامية زي مصر والجزائر والأردن وتونس وسوريا، وفي دول فقيرة جدا
موريتانيا، على الصومال، على السودان، على اليمن، على قمر، على جيبوتي. فإزاي أنا أقول كل دول كده متساويين متكافئين؟ لا، عندهم مشاكل مختلفة، ومشاكلهم محدش يقدر يقارن مشاكل اللي بتجابهها الدول العربية في الخليج مع الصومال أو مع جيبوتي. فده مسألة عايزة ان احنا نعرفها. تاني حاجة، ان في خلافات في اغلب الدول مش زي مصر، يعني خلافات عرقية ودينية موجودة بقوة في اغلب الدول الاخرى، شايفينها في العراق طبعا، والتخوف اللي كان موجود عندنا من تقسيم العراق، شايفينها في السودان، شايفينها في الصومال، شايفينها في لبنان. فالمسألة دي ما هيش سهلة، وما زال عندنا قضية التصور ان احنا بقينا اغنياء جدا، ده غير صحيح. يعني في وزن الاقتصاد العالمي ما زلنا نسبيا محدودين، بس عندنا سيولة كبيرة في الخليج، ودي بتخلي الجشع الغربي يتجه اليه. فاحنا عندنا رؤية للعالم العربي، رؤية للأسف تقريبا محدودة في ان كل حاجة في الدنيا عايزين نرجعها الى قضية فلسطين واسرائيل. وصحيح دي قضية مهمة، ما بقولش لا، انما ما هيش القضية الوحيدة. يعني انا مش متخيل ان الاهتمام اللي احنا في مصر مدينه لقضية اسرائيل وفلسطين مجابه مقابل الاهتمام او عدم الاهتمام بما يحدث في السودان. مياه النيل كلها جاية من السودان، احنا عايشين على السودان. السودان ومصر لهم علاقات وضيضة من أيام قدماء المصريين، في فترات هم حكمونا فيها منه، وفترات احنا حكمناهم فيها من أيام الفراعنة. الملك فاروق كان اسمه ملك مصر والسودان، كان الارتباط الوثيق ده ضاع مننا. يعني لما اشوف عدد المقالات اللي بتتكتب على الصدام العربي الإسرائيلي، واشوف عدد المقالات والاهتمامات بالمشاكل اللي بتحصل في السودان، باي معيار انتوا عايزينه، معيار تاريخي، معيار جغرافي، معيار فعلي، في اعوجاج، في ضياع في المعايير. ازاي؟ في 1300 واحد ماتوا في غزه في البطش الفظيع بتاع الاسرائيليين والمجرمين، مجرمين حرب يعني، ما اتقالش عليهم غير كده اللي عملوه في غزه. بس في نفس الوقت في السودان في 1300 واحد بيموتوا كل اسبوع. فين وعينا على اللي بيحصل في المشكله دي؟ وانا مره بقول لحد، هل حد يتوقع ان الولايات المتحده الامريكيه ما تبقاش مهتمه باللي بيحصل في المكسيك؟ ومع انها هي مش معتمده على الميه من المكسيك زي ما احنا معتمدين على مياه النيل كمصر. ازاي هذا الانفصام عن القضيه الافريقيه في مصر، وبصفة خاصة في العلاقة مع السودان ودول منابع النيل إلى آخره. فليه طبعا قضية فلسطين لازم الحل، وقضية هامة جدا وليها تاريخ طويل، والظلم الفاحش اللي احنا شايفينه في الامتداد الإسرائيلي بالدعم العالمي اللي استمر، وبصفة خاصة بالتحالف الأمريكي الإسرائيلي، ده كله واقع ولازم نتعامل معه. بس ما ينفعش ان ده يبقى اللينز الوحيد او الشباك الوحيد اللي ببص بيه على كل قضيه. ما ارجعش كل قضيه، لان عندي مصالح مختلفه، مصر لها ابعاد مختلفه، وما نقدرش ان احنا ننحصر في هذه القضيه مهما كانت القضيه فيها اسهل. تاني حاجه، احنا لازم نعرف ان في دول تانيه في المنطقه بدات تاخد دور رائد وتنافس مصر في دورها الرائد. تركيا وإيران وباكستان. تركيا طبعا نقدر نقلل شوية من أهميتها، لأنها رغم أنها تقدمت جدا 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 عننا في حاجات كتيرة وعلميا زي ما انتم شفتوا في الجراف اللي فات، إلا أنها متجهة اتجاه جامد قوي إلى أوروبا. بس مصر أيضا متجهة إلى أوروبا، فيهمنا أن احنا كدولة عربية إسلامية إفريقية نؤكد على دورنا في ريادة، استمرار الريادة، ولا نعتمد فقط على المكانة اللي موجودة لدينا، اللي الرئيس مثلا عنده هذه المكانة الدولية، والرئيس ساركوزي يعمل شراكة مع مصر في التحالف للميديترينيان. إيران بدأت تبقى لها نفوذ في السياسة العربية،
من حماس إلى حزب الله إلى الخليج إلى أماكن أخرى. وإذا كان هتلعب أو مش هتلعب دور عسكري الله أعلم، إنما هي على الأقل بالضرورة بتلعب دور علمي ودور سياسي ملحوظ، وهيبقى له تأثيره أيضا في أفغانستان. أفغانستان هي دلوقتي اللي أصبحت، خصوصا بعد وصول أوباما وتأكيده على رغبته في الانسحاب من العراق، إن دي هتبقى الساحة اللي هيبقى فيها الصدام الحقيقي ما بين التيارات الإسلامية كلها والعالم الإسلامي مع الغرب. وهنا بقى دور باكستان بيبقى أساسي جدا، لأن فعلا أرجع تاني إن احنا كمصريين ما عندناش المشكلة دي ومش حاسين بيها، إنما في كل الدول التانية دي الناحية القبلية العرقية الإثنية قوية جدا، قوية جدا في كل الدول دي. وفي بقى لما اشوف ادي باكستان وادي افغانستان وادي دي بيسموها بلوشستان، هي ما هيش دوله انما هي مجموعه من القبائل، وده البشتون هنا وغيرهم من القبائل، في تداخل كبير جدا. والحدود هناك يعني ما حد يتكلم في الحدود، دي حدود ما حدش يعرفها فين، الناس بتعرف بعضها والقبائل مع بعضها. فالتصورات دي كلها هتؤدي ان احنا لازم نعرف ان في تنافسيه جديده حوالينا. بعدين بقى في مفهوم جديد لازم ندخله في الامن بتاعنا، والامن بتاعنا هتكلم على اربع امثله، اللي هو الامن الغذائي، الامن المائي، والامن البيئي، وامن غريب جدا هتكلم على ازاي نحقق الامن بالمودرن داتا بيسز. دكتور نهى ودكتور مجدي هنا نتكلم على الداتا بيسز. فود سيكيورتي الاول، طبعا قضيه هنقدر نغذي الاجيال القادمه ازاي، دي نقطه مهمه جدا. وان احنا مشكلتنا ان احنا عندنا عشر فدان للفرد، فدي حاجة بسيطة جدا 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 كأرض زراعية ولازم نحافظ عليها وبنستورد، انما الضغط هيستمر لان طبعا تعداد مصر بيزيد، بنحاول نزود الارض بنستصلح في الصحراء انما تعداد مصر بيزيد من ناحية، و التغير المناخي من ناحية تانية هيعمل تأثير سلبي. فالحقيقة لازم نفكر جديا قد ايه لازم نركز على الغذاء، وخصوصا لما نعرف العلاقة ما بين الزراعة والمية. الزراعة في مصر وفي اغلب الدول النامية بتاخد اكتر من 80% من المية، 80% من المية. فاحنا حاليا مثلا بنزرع رز، الرز رغم ان مصر الكفاءه الانتاجيه بتاعتنا عاليه قوي، الرز بناخد من 2000 الى 5000 طن ميه عشان نطلع طن الرز. فانا لما بستورد ميه فعليا، يعني فيرتشوال ووتر يعني. في نفس الوقت انا محتاج للميه عشان احل مشكله بيئيه بينها لكم. فعايزين نفكر في على السياسه البعيده، وفي حقيقه مجموعه كويسه تشتغل الحكايه دي مع وزاره الزراعه، انما هنحتاج لكل الادوات العلميه بما فيها البايوتكنولوجي الحديثه، وانا وريتكم السلايدات دي كتيره فهمشي عليها بسرعه. منها ان احنا نقوي القوى الغذائيه داخل الرز بتاعنا، وده الشغل اللي عمله انجو بوتريكس، وده اللي وريت لكم قبل كده الصوره بتاعت الكواليتي بروتين ميز، نزود المضمون الغذائي الموجود في كل الحاجات اللي احنا بنطلعها، ونهجن انواع جديده من النباتات تتمشى معنا، وما نخافش من قضايا التعامل مع البايوتكنولوجي، وخصوصا فيما يختص بالعمل الحيواني، دي دولي زي ما انتم عارفين وقصتها. الناس بيبقى عندها تخوفات عامله مشكله، يقول لك ازاي اخد جين من سمكه واحطه في زرعه؟ ده فعلا حصل، الجين ده بناخده من السمكه ونحطه في الزرع عشان بيكسب الزرع ده قدره انه يتحمل البرد. ففي مناطق كتيره جدا بيبقى بيزرعوا خصوصا قريب من الجبال، في مثلا في امريكا اللاتينيه في الانديز وغيرها، وبيخافوا من ان يكونوا لسه زارعين ويروح جاي التلج يوم يعمل فروست ويروح قاتل المحصول كله. فالجين ده بيديله هذه القوه. بس لما نعرف ان كل الكائنات الحيه دي، يعني احنا بنشترك في 60% من التكوين الجيني بتاعنا كلنا مع النباتات والسمك والديدان والحشرات والبني ادمين، 60% من التركيب الجيني متماثل يعني. فدي عايزه قياس تاني، رغم ان الناس ما عندهاش قبول لهذا في الدول. ليه؟ لان انا محتاج لكل الادوات العلميه اللي اقدر اشتغل بيها،
ووريتكم شغل كريك بنتر اللي هو هي كراك ذا كود مع فرانسيس كولينز. فرانسيس على فكره اوباما عينه دلوقتي رئيس الـ NIH الجديد. كان الياس زرهوني عندنا قبل كده وفرانسيس يجي لنا ان شاء الله. وده اول ما بدا هو وهاملتون سميث. هو وهاملتون سميث دلوقتي عملوا وجورج تشيرش في هارفارد بيشتغلوا على تكوين خلايا فروم سكراتش، خلايا سينثيتيك في المعمل، واخذوا براءات اختراع في هذا. ودي الخليه اللي بيشتغل عليها جورج تشيرش. وجورج تشيرش زي ما قلت لكم استاذ كبير، يعني ده كوفي عنان لما دعا 10 من العالم للحوار حول قضايا البايو تكنولوجي، شرفت بان اكون واحد منهم، بس كان جورج تشيرش معانا على طول. الحوار ده مهم ليه؟ لان التحديات لمصر كبيره، وهنحتاج الى كل انواع العلم، نتفاعل مع كل انواع العلم عشان ناخد منه ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا. ناخد منه ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا. ما بناخدش تكنولوجيا جاهزه من الخارج، لازم اطور قدراتي العلميه عشان اقدر اعمل هذا. فاستمر اذا انا عندي من فود سكيورتي للووتر سكيورتي. الووتر سكيورتي الامن المائي، دي مصر معدلات احتياجات الميه بتزيد فيها بسرعه. العالم كله في القرن اللي فات تضاعف تعداد السكان 3 أضعاف، تضاعف استعمال الميه 6 أضعاف. فالميه استعمالها بيزيد عن اسرع من التعداد. فاذا لازم ندور على زياده الكفاءه، وازاي نستعمل الفيرتشوال ووتر، حمايه الدلتا، حاجات كثيره بما فيها التحليه، وحاجه جديده ما بنتكلمش فيها كفايه اللي هي المياه الجوفيه. هي دي الخريطه الموجوده في البلانيتاريوم، وانا عملت حوار مع دكتور فاروق الباز، هنطلعه ان شاء الله في الصالون القاهرة على هذا الموضوع. أول حاجة بنشوفها هنا إيه اللي بيلفت نظر، هي المثلث ده. شايفين؟ المثلث ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن دلتا قديمة للنيل. النيل كان عنده دلتا قديمة في هذا المكان. تحركت على ملايين السنين وجات الدلتا في الحته اللي احنا شايفينها هنا. الحاجه الثانيه الملفته طبعا في الخريطه دي الخطوط اللي انتم شايفينها اللي نازله من فوق لتحت دي. الخطوط دي عباره عن الرياح بتشد الرمل. الرمل المكون ده اللي بنتكلم عنه سيليكا. سيليكا يعني اساسا ثاني اكسيد السيليكون SO2 اللي منكم مهتمين بالكيمياء. مختلف تماما عن الحجر الجيري اللي احنا متعودين بنجده على هضبة الاهرام وغيره في المناطق اللي عندنا هنا كده. ومختلف تماما عن اللي موجود في الصحراء الشرقية. يعني حتى الواحد لما يبص للصورة دي يبان كأن النيل فاصل ما بين حاجتين مختلفتين تماما، انما فعلا الصحراء دي مختلفة. فرجع الدكتور فاروق الحقيقة في دراسته، طب السيليكا دي جت منين اصلا قبل ما الرياح ترجعها كده، جت منين اصلا؟ فالاستنتاج الوحيد انها لازم نقلتها المياه. ان في عصر ما زي ما كان في الدلتا دي كان في ميه، والميه دي جابت السيليكا دي هنا، اصطدمت بحتت عاليه شويه وعملت بحار من الرمل، الرمل المكون من السيليكا. اذا كان ده صحيح فالحتت اللي كانت غويطه نزل فيها الرمل لازم هيكون فيها مياه جوفيه. وحقيقه دكتور فاروق قعد يدرس الحاجات دي ووجد ان فعلا في مياه جوفيه في حتت مختلفه. احنا بنشوف بعضها لما بتقرب من السطح في الواحات المختلفه الداخله والخارجه والفرافره وبتاع وسيوه، دي لما المياه بتبقى طالعه قريب. انما لو في ميه اغوط نقدر نستعملها في الزراعه ولا والمعيشه ولا لا. حسبوا ان ممكن نجد في ميه هناك تنفع لمده 100 سنه. طيب احنا بنستعمل البترول ويمكن يخلص بعد 50 سنه ولا 25 سنه، فنستعمل ميه على الاقل ده ممكن. اذا لازم نعرف زياده. انما من الملفت ان حاليا لو بصيت للمنطقتين دول ووقعتهم على الخريطه بتاعتنا هاجد ان المشروعات الكبيره بتاعت ليبيا بتاعه الوادي الجديد في سيرتا بتاخد من نفس الاكويفر ده.
هم قاعدين بيشتغلوا واحنا لسه بنفكر في الكلام ده. هم بياخدوا من الميه دي واحنا لسه ما خدناش منها. فده عايز ان احنا نفكر تفكير جديد في التعامل مع المياه الجوفيه وندرس الجيولوجيه بتاعت مصر بصوره اخرى. اما الانفايرمنتال سيكيورتي فانتوا كلكم شفتوا من الصوره ده هنا، ده ارتفع مستوى البحر. فاسكندريه الناس تقول المكتبه هتغرق، تقول لا مش هتغرق. اسكندريه بالمكتبه كلها مرتفعه حوالي 2 متر، فاللي هيحصل ان الظهير بتاع اسكندريه كله هو اللي هيغرق، واسكندريه تتحول الى جزيره اذا حصل هذا. بس قبل ما يحصل هذا هيحصل اساسا المشكله الاولى هتبقى رشح للمياه المالحه تجاه الاراضي الدلتا، ودي هتعمل مشكله كبيره جدا. ده بغض النظر ده كان تصور على نص متر، وده على تصور على متر. ايا كانت الظروف احنا متخيلين انه هيحصل ضغط جامد قوي على المياه الحلوه. المياه الحلوه دي مهمه جدا. ليه؟ النيل بيوصل القاهرة شايل 12 مليون طن أملاح، بيوصل إلى البحر المتوسط شايل 34 مليون طن أملاح، يعني بينظف الدلتا من 22 مليون طن أملاح كل سنة. إذا ما تمكنش إنه يكمل عملية الغسيل ده هي، يبقى الملح ده هيفضل في الأراضي الزراعية بتاعت الدلتا ويبور الأراضي الزراعية كلها بتاعت الدلتا، وهتبقى في كارثة مش بس بيئية إنما أيضا كارثة اقتصادية وغيرها. لذلك احنا محتاجين نزرع رز حاليا، وفعلا بنزرع رز في كل المنطقة الساحلية، لأن الرز بيحط مية، فالمية الحلوة وزنها بينزل على المية المالحة وبيصب المية المالحة شوية. بس احنا بدل ما نزرع 2.2 مليون فدان بنقول نزرع حوالي 50% من هذه القيمة. نيجي على البحر المتوسط، في اقتراح قام به الدكتور القصاص، الحقيقه ده اقتراح قديم كان قاله واحد اسمه ارمن سورجيل، ان نسد البحر المتوسط من هنا ويمكن هنا عند البحيرات المره او من باب المندب من تحت هنا، ونظبط نسبه الميه اللي هترتفع على مستوى المحيط بره انها تخش البحر المتوسط مع معدلات التبخر اللي موجودة، وبالتالي نحمي كل المدن الساحلية اللي موجودة داير ما يدور البحر المتوسط. بس ده طبعا بالضرورة هيؤثر على التجارة وعلى البترول وعلى غيره من الحاجات. مشكلة مشكلة، بس لو نظرنا إلى هولندا، هولندا عدد نسبة كبيرة منها تحت مستوى البحر، ادي الأحمر ده كله تحت مستوى البحر. طب عاملين ايه في هولندا؟ لا عاملين اعمال كتير قوي، عملوا بولدرز وعملوا حاجات كتيره، وده مستوى الاستعمال ده كان فلادد سنه 53، وده عاملين ديونز في حته معينه، فريش ووتر سولت ووتر، وماشيين عاملين سلسله من الدامز بتغير مستويات الميه، ودي دراسات ادي الدامز من ناحيه اعلى ومن ناحيه اوطى زي ما انتم شايفين هنا، وحاطين عليها طرقات وبتاع. ففي تجربه كبيره جدا في هولندا ممكن احنا نتكلم معاهم عشان نعرف منهم عملوا ايه للتعامل مع ارتفاع مستوى البحر. دي البولدرز الزراعيه بتاعتهم اللي هم بيعملوا منها جسات اللازمه لهذا، ودي تصورات من الجو لهذه المناطق كلها بنبينها. اللي انا بأثير هذه الموضوعات ليه؟ هنعمل ندوه على هذا مع جماعه من هولندا. انما هذا النوع من الامن، الامن الغذائي، الامن البيئي، الامن المائي، ودلوقتي هتكلم على البودر داتا بيسز، نوع مختلف من التفكير في الامن القومي عن التفكير التقليدي والسائد، وده اللي احنا لازم نعمله في العصر الجديد. المودرن داتا بيسز كان زمان طبعا بنعرف البصمات والفورنسكس، المودرن فورنسكس كلها بتعتمد على ادوات جديده منها الدي ان اي. الدي ان اي في فروقات بسيطة جدا، وممكن واحد ياخد صواب كده من جوه هنا، ياخد شوية لعاب، من اللعاب ده يحلل الدي ان اي بتاع الشخص ويحطه بيعمل البصمة اللي بالدي ان اي للشخص ده. البصمة دي بتبقى دقيقة جدا، وفي مشاكل بقى في البرايفسي اللي بتيجي معاها. هل من حقنا ان احنا نحتفظ بهذه المجاميع الناس كلها ولا لا؟
الحكومة البريطانية أكتر حكومة أخذت تحاليل لناس باستثناء أيسلندا، ولكن أي واحد كانوا بيوقفوه لأي حاجة في المرور في غيره واخدين هوب بتاع كده عشان تاخد ما ولا توجع ولا حاجة بتاع كده، خد عينة لعاب ومنها يحط الدي ان ايه بتاعه في الداتا بيس بتاعته. اتنين رفعوا قضية عليهم وقالوا راحوا للمحكمة في أوروبا، والمحكمة حكمت انه ما دام ما عليهمش تهم مش من حق البوليس انه يحتفظ بالداتا بيس ده. واتفقت الحكومة البريطانية في مايو اللي فات انها هتحطم 800,000 ريكورد من 5 مليون ريكورد بتوعها. بس النشطاء اللي هناك بيتكلموا غير كده وبيقولوا ليه واحد يبقى السجل بتاعه موجود مع المجرمين اذا ما عملش حاجه. فالسؤال اللي طرح، طيب هو ليه ما نستبدلش الرقم القومي والبتاع ده ببروفايلز بيزد على الدي ان ايه؟ وقتها ما دام للناس كلها ما يبقاش فيها اي عيب ان واحد قانوني او غير قانوني، مش فيش تشبيه يعني. المشكله قال لك لا، لانه من الدي ان ايه بقى بتعرف حاجات تانية زي ان ده ممكن معرض انه يجيله سرطان، ده معرض انه يجيله مش عارف ايه، حاجات تقدر تعرفها، اضافات كتيره جدا عن الشخص. في تجربه في ايسلند لانها 275 واحد عندهم سجل صحي من 1915، عاملين الدي ان ايه لكل التعداد السكان كله. فالتجربه دي تقتضي ان احنا نفكر هل عايزين ننتقل في النقله الجايه مستقبلا، مش بس ان احنا نعمل قواعد بيانات كمبيوترايزد زي ان احنا فعلا نحول البطاقه بتاعه الرقم القومي ورخصه السواقه الى حاجات كمبيوترايزد، انما ان احنا نستعمل ادوات جديده خالص في ازاي الواحد ممكن يتعرف على الناس. دي قفزة فكرية مختلفة عن التطبيق، مجرد ان استعمل تكنولوجيا بطبعها على كمبيوتر وبطبعها من كمبيوتر بدل ما اطبعها ورقية. مصر النهاردة اذا نظرت في السوات اناليسيس سترينث ويكنس اوبورتونيتيز وثريتس، السترينث بتاعتنا احنا اكبر دولة في العالم العربي ومن اكبر الدول في العالم الاسلامي، عندنا دور في العلم في الثقافة، مكاننا الجغرافي، مكاننا العسكري، اكبر جيش في افريقيا، وضعنا الاقتصادي كان بدأنا معدلات نمو كويسة، وضعنا السياسي العالمي المعروف. وأذكركم بالقصة قالها لي واحد صيني، قال لي لما بدور على لولي في المحار، لما كان بنتكلم على الصين وأمريكا في المنافسة، قال لي لما يكون عندي بدور بفتح المحارة وبدور على اللولي، لو أنا عندي 1400 مليون محارة هلاقي لولي كتير، المهم ان انا اعرف المه في حته واحده، ووقتها هيبقى لي القوه الضاربه اللي اضارب بيها امريكا، لان هي بتلم من 300 مليون بس، انا بلم من 1400 مليون. وقال لي اهو احنا عدد الخريجين بتوعنا 600,000، الهند 352,000، امريكا 70,000. لو انا عندي بس 10-15% من الخريجين بتوعي على مستوى الخريجين الامريكان يبقى هبقى اقدر اضاهيهم. الشرط بقى انه لو كانوا ضايعين زي ما ضايعين عندنا في قنا واسوان ومش عارفين، نعرف نلم اللولي بتاعنا ده من كل حته ونعرف ننميه، والمهارات اللي طلعت احمد زويل وفاروق الباز ومصطفى السيد وغيره من الناس دول بقى نعرف ننميها عندنا في التعامل معها، لان مصر 25% من تعداد العالم العربي. فاحنا وزننا اذا كبير في هذا العالم. انما ايضا لازم نعترف وضع التعليم بتاعنا سيء، وضع البحث العلمي بتاعنا سيء، وضع الصحي بتاعنا سيء، غير ذلك كتير جدا. دي صوره مش من عندنا، انما ما تفرقش كتير. التعليم اللي مبني على التلقين مقابل التعليم اللي بيشجع الاسئله. التحديات بتاعتنا بقى ان احنا لسه ما زلنا بنفكر تفكير قديم في عالم متغير. ان احنا بنفقد بسرعه، وانتوا شفتوها في الاحصاءات اللي وريتها لكم من تركيا ومن ايران، بنفقد الرياده العلميه بتاعتنا اللي كانت تقليديا. شوف لغايه 88 مش بعيد يعني، من اقل من 20 سنه كنا اعلى من ناس تانية كلها بكتير قوي في الكيرف اللي وريته لكم ده. دلوقتي على الاقل تركيا وايران سبقونا وغيرهم ماشي معاهم.
قدرنا نتحمل الضربة العالمية بتاعت الاقتصاد بأن المعدلات الاقتصادية بتاعتنا كانت عالية، فنزلت من 7% ل 4%. هذا يعني ان احنا لازم نحافظ على معدلات نمو عالية، وإلا الضربات الجاية مش نقدر نستحملها. لازم ان احنا نعرف أهمية العلم والمعرفة والدور الثقافي بتاع مصر. اسمحوا لي ان اقول ان انا يعني مستغرب على ما بعض الزملاء سموه خلجانة الثقافة المصرية في الفترة الأخيرة. احنا كان طول عمرنا عندنا ريادة ثقافية في المنطقة، هذه الريادة ضعيفة الآن، ولازم ان احنا نرجع تاني نؤكد عليها. وبعدين عندنا يعني ما بننظرش كفاية للمنافسين بتوعنا اللي هم إيران والسعودية وإسرائيل. بمعنى إيه؟ إسرائيل هي المنافس الأول في العلم، ولازم ان احنا نبتدي نقيس نفسنا، مش بس ان احنا احسن من السودان او احسن من الصومال او احسن من ليبيا. ما شيء طبيعي، انت 80 مليون بني ادم وعندك تاريخ قديم واقدم جامعه. لا، انا لازم احاول اضاهي اسرائيل في مستوى العلمي بتاعي، يبقى عندي علم هنا على المستوى اللي عنده. ايران كذلك، بس بدا يبقى لها نفوذ سياسي، والسعوديه عندها نفوذ سياسي وعندها نفوذ ثقافي ايضا في كلتا الحالتين. المنافسه مش معناتها العداء، نقطة مهمة جدا. المنافسة ليست معناها العداء، كل الدول الأوروبية بتتنافس مع بعضها وبتتعاون مع بعضها في نفس الوقت. أمريكا وأوروبا كلهم بيتنافسوا مع بعض وبيتعاونوا مع بعض. ففكرة التنافس والتعاون ما هياش أحادية، يعني يا إما ده منافس ليا بلازم بحاربه. لا، مش بتحارب، التنافس والتعاون يمشوا مع بعض في كل حاجة، بس لازم أعرف معايير التنافس بتاعتي ماشيه ازاي في المنطقه اللي انا جزء منها. فازاي نصمم الاستراتيجيه للغد؟ ادي اقتراحاتي. التحديات بتاعتنا كتيره في جميع الميادين، ولكن دي صوره جميله جدا من اصدقائنا بتوع الصين. كلمه الازمه كرايسيس بتتكتب بالشكلين دول، الشكل ده لوحده معناته الخطر، والشكل ده لوحده معناته الفرصه، والاثنين مع بعض يساوي أزمة. الأزمة فيها خطر وفيها فرصة، فاحنا لازم ننظر ان احنا بنمر بأزمة عالمية وإقليمية واقتصادية وغيرها، انما في فرصة جديدة ان احنا نجدد نفسنا. انا بقترح 4 تحركات على مستوى العالم العربي. ما نضحكش على نفسنا، هذا العالم العربي ما هواش وحدة واحدة زي ما قلت، هو مجموعة من الدول، وبنشوف هذا طول النهار في الجامعة العربية. فلازم ان احنا نبني الشراكات والتحالفات والتحركات بتاعتنا على هذا الاطار، على بناء مصلحتنا بالاضافه لمصلحه المنطقه، زي ما الاوروبيين عملوا. اشمعنى هم عرفوا يبنوا رغم الخلافات اللي بينهم لغويا وتاريخيا؟ بنوا سوق اوروبيه، وبنوا اليورو، وبنوا شنغن، وبنعدي من حته للتانيه من غير في الحدود ولا حاجه، واحنا بعد 30 سنه من اعلان السوق العربيه المشتركه لسه مش موجوده في الواقع يعني. نمرة 2، لازم نفكر في افريقيا، مش بس عشان النيل اللي احنا معتمدين عليه. لما حتى واحد يبص الصورة تبان على طول ان ما فيش يعني مصر كلها عايشة في النيل. على فكرة بص هنا باين ازاي الدلتا القديم، باين بوضوح ازاي. انما دول حوض البحر، حوض النيل، لازم يبقى لنا نظام جديد في التعاون معها والعلاقة معها. نيجي للسودان، المشروعات اللي بتحاول زي جونج لاي كانال او غيره بتحاول تبني العلاقات داخل السودان وتقويها، مصر لازم يبقى لها دور فيها ايضا ودعمها. افريقيا دي ضخمه ضخامه غير معقوله. انا بحب الصوره دي لان بحط عليها الصوره دي. كل الولايات المتحده بما فيها الاسكا وكل الصين وكل اوروبا تخش في افريقيا ويفيض. افريقيا دي احنا ساكتين عليها ليه؟ ده الظهير الطبيعي بتاعنا في مصر، وهي مفتتة ومشتتة في 53 دولة. أهم الدول فيها في الغرب عندنا نيجيريا، في الجنوب جنوب إفريقيا، في الشرق عندنا إثيوبيا وكينيا، وإحنا والجزائر في الشمال، ويمكن شوية المغرب. إفريقيا كلها مشتتة بالحروب الآن وبمشاكل مع التشايلد سولجرز. مصر عندها أقوى جيش في إفريقيا بمراحل. ازاي يعني هل هيبقى لنا دور في ان احنا نفكر في كيف نقدر نلعب دور سياسي يتناسب مع امكانيتنا ان احنا نقلل ده؟
بالنسبه للنيل طبعا يهمنا هذا البعد، بس انا بقول البعد الافريقي يمشي على جميع الاتجاهات الافريقيه. مصر دوله مؤسسه لمنظمه الوحده الافريقيه، مؤسسه للاتحاد الافريقي، ازاي ما بنلعبش دور اكبر في افريقيا مما يجب ان احنا نلعبه. اما العالم الاسلامي فالحقيقه العالم الاسلامي طبعا في صحوه اسلاميه عامه، انما العالم العربي بيلعب دور اكبر من وزنه في العالم الاسلامي لاسباب تاريخيه وللغه القران ولمنزل الوحي وحاجات كثيره جدا مختلفه. انما داخل العالم العربي مصر ممكن تلعب دور كبير جدا. فاذا هذا الدور ان مصر عندها وزن خاص في العالم العربي والعالم العربي عنده وزن خاص في العالم الاسلامي كله، ده لازم يتفعل هذا الدور. وكده بنبص على صوره العالم الاسلامي كما عرف او كما يناقش، ولكن الصوره دي ادق. وعايز الفت نظركم الى الاتي. اوروبا النهارده فيها نسبه مسلمين تضاهي نسبه المسلمين الموجوده في الهند. اذا قضيه العالم الاسلامي ما اصبحتش مجرد العالم الاسلامي بالمفهوم القديم بمنظمه المؤتمر الاسلامي، انما ايضا بمفهوم الجاليات اللي موجوده في كل هذا العالم الاخر اللي لازم ان احنا يبقى لنا علاقات بيها. مناطق كامله زي مناطق اسيا الوسطى. سفيره وانا رحنا اوزبكستان حاطين تمثال للرئيس هناك، الرئيس ما راحش هناك. مسميين مدرسه على اسم السيده سوزان مبارك. في انفتاح ومحبه تجاه مصر تستغربوا لها. الوجود المصري بالنسبه للوجود التركي والوجود الايراني والوجود السعودي لازم يتفعل في هذه المنطقه. فعلا يعني مش كده هاجر، لمست بذمتك الانفتاح اللي موجود عند الناس دي تجاهنا كان شكله ايه؟ مع ان احنا بوجودنا الفعلي قليل جدا عندهم. ودي مناطق استراتيجيه جدا زي ما انتم عارفين مع جورجيا وتبليسي والحاجات دي كلها. افغانستان بالضروره هتتاثر المعركه الكبيره مع امريكا وحلفائها مع ازاي العالم الاسلامي بما في باكستان وايران وغيرها من الدول هتلعب دور في هذه المنطقه. هل مصر هيبقى لها دور في هذا ولا لا؟ الحاجه الاخيره اليوروميد. بدانا مبادرات مختلفه كثيره جدا في اطار اليوروميد، انما الى الان لسه لم تتحول الى مشروعات فعليه. فلازم اذا ان مصر تفعل كل هذه الابعاد المختلفه، وبدل ما التاريخ بتاعنا كله مبني على علاقات بنبص لاوروبا ونبص لامريكا، لازم نتجه شرقا الى اليابان والى الصين والى غيره، ونحدد اتجاهات جديده في الشمال والجنوب مع تحالفات جديده. هذه الرؤيه المتعدده الاطراف هتقوي الدور المصري اقليميا ومحليا، تفتحنا على تعاونات جديده في العلم والبحث والتكنولوجيا، تدينا فرصه ان احنا نلعب دور اقليمي جديد، نعيد صياغه مفهوم عدم الانحياز في العالم الجديد اللي احنا بنعيشه النهارده. وده هيحتاج طبعا الى ان احنا نطور العلم والمعرفه، وانتوا عارفين الحاجات دي كلها قلت لكم عليها، بس ده ما وريتهولكوش قبل كده، ده مهم قوي. ده دراسه بتبين ان زياده عدد سنوات التعليم ما تفرقش. الخط الرأسي هو التأثير على الاقتصاد. وكده سنوات التعليم. فتقريبا ما فيش فرق، انما الفرق في جودة التعليم بيبتدي يفرق على طول. وإذا ركزت على أبعاد معينة على اللي بتأثر على الاقتصاد بصفة خاصة، جودة التعليم هي اللي بتفرق كتير جدا في قدرتنا الإنتاجية والاقتصادية. فإذا مش مسألة الكم، هي مسألة الكيف أيضا. ودور القطاع الخاص اتكلمنا عنه، هنمشي الحاجات دي كلها قلت لكم عليها قبل كده، ووريتكم قبل كده الشاب الصغير ده اللي هو بيل جيتس لما كان كتكوت وكان هو وزملائه عملوا شركة مايكروسوفت. وأنا عايز أشوف الشباب بتاعنا وأشوف الممولين بتوعنا عندهم ثقة في الشباب زي ما كان عندهم الأمريكان ثقة في الشباب بتاعهم. الحاجات دي كلها يعني نجحت فيها كوريا، نجحت فيها تايوان، نجحت فيها الصين والهند، يبقى احنا ليه لا؟ كوريا اذكركم دلوقتي تعدت انجازات بريطانيا وفرنسا في براءات الاختراع، ده 2007، وبتضاهي المانيا للمكان الثالث.
كوريا لما بدأت تفكر انها تعمل بايو تكنولوجي رغم هذه القوة اللي هي رأيها قالت ما اقدرش ابتدي الا لما اصلح التعليم بتاعي. فالفيرست فريم ورك بلان كان كاتش اب واستاب فاونديشنز فور كريتيف ار ان دي، اللي هو بيقول عليه زويل لما بيقول البنية التحتية للبحث العلمي مش موجودة في مصر، ده اللي لازم نبنيه. وايه بدأوا سنة 94 وممتد، والبلان الثاني 2007 وممتد، والبلان الثالث من 2017 وممتد. فهم بيشتغلوا على بعد كبير جدا، وداخل البلان الاول منطقه ورا حاجه. يعني دلوقتي وصلنا لسنه 2005 اهو 2007، وابتدي هنا فين لما بدا هنا قال لي ايمرجنس اوف بي تي اندستريز بعديها ب 10 سنوات. ده كوريا تقول كده. احنا في مصر يقول لك لا عايزين نبتدي بقى في النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي وعايزين نشوف التاثير بتاعه في الاقتصاد في 3 سنوات. ومستوى التعليم بتاعنا شكله ايه بالنسبه لكوريا؟ ادي كوريا فين في التعليم، نمره 1 في العلم، نمره 2 في الماتيماتكس، نمره 6 في القراءه. وفي الماتيماتكس بالنسبه للمدارس طلع نمره 1، وده في تعداد اخر نمره 2 في العالم بعد فنلندا. فهم عملوها، تايوان عملتها، سنغافوره عملتها. انا واثق فيكم، فيكم انتوا بالذات شباب مكتبه اسكندريه، وبقولوا للرئيس الوزراء لما كان عندنا وجميعا هنا، انتوا اثبتتم بالانجازات بتاعتكم في مكتبه اسكندريه انه للشباب المصري لما بيحتضن الواحد بيديله فرصه بيقدر ينطلق، واللي انجزته كوريا وتايوان وسنغافوره نقدر نعمل زيه واكثر. هو زي ما انتم عارفين، انا هقول لكم طبعا التعاون، الجيل الجاي، العالم، بس العالم بقى عايزين نحط مصر نمره 1 فوق كده. عايزين نحط مصر on top of the world تاني كما كنا في سنوات طويله في الماضي بتاعنا. وليا صوره بحب استعملها في الحكايه دي، لما الناس تقول لي بس احنا ما عندناش موارد ما عندناش امكانيات، بقول لهم ان احنا صحيح شكلنا ضعيف والمنافسة شكلها قوي، إنما هنغلب المنافسة. شكرا لكم.